إذا وقع البلاء على الإنسان وتسخطت نفسه وراودته الوساوس ولكن دون أن يتلفظ بذلك، فهل ينقص أجره؟ إذا ما حصل منه أفعال أو أقوال تدل على تسخطه فما يكون في قلبه لا يؤاخذ عليه حتى يعمل. إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.